بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. اهلا بيكم في اسرتي ايقونه في الكنيسه، وبناخد كمان بنعمه ربنا خطوه مهمه جدا في طقس الاكليل المقدس، وهي تعتبر الخطوات الاخيره بعد ما الاب الكاهن بيقدس ويبارك الزوجين او العروسين ويكللهم باسم الآب ويباركهم باسم الابن ويقدسهم بالروح القدس، بيدعوهم الاثنين لخطوة الأخيرة في هذا الطقس العظيم. وإن الأب الكاهن بيفتح ستر الهيكل، فتح ستر الهيكل حقيقة علامة روحية ذات معنى كبير جدا جدا، ويدعو العروسين إنهم يتقدموا معا زي ما احنا بنشوف ماسكين ايديهم في ايدين بعض واللفافة اللي بتغطي ايديهم، ويركعوا قدام الهيكل. وفتح الهيكل وخضاعهم قدام الهيكل الحقيقة بتشير لمعاني روحية مهمة. كلانا الزوج والزوجة بيعلنوا قدام الكنيسة وقدام الله وقدام الإكليروس وقدام الآباء الكهنة والآباء الأسقفة انهم بيخضعوا لله. خضوعهم الكامل والمشترك لربنا في هذا الوقت بيمثل ايضا اعلانهم ان احنا ارتباطنا مبني على علاقتنا مع المسيح. بيمثل ايضا ان ارتباطنا هو عهد ثلاثي ما بين الله وطرفين الزوج والزوجة او العريس والعروس، لان احنا بنؤمن بمبدأ مهم جدا في حياتنا المسيحية الأسرية، إن الزواج ليس عقد اتفاق بين طرفين ولكنه عهد ما بين طرفين أمام الله. كل طرف بيتعهد التاني في حضور الله، فهو بيتعهد أمام الله وقدام الطرف الآخر بكل مبادئ الحياة المسيحية، وده بنعلنه بكل وضوح أمام مذبح رب الصباوت. بيعلن أيضا لما بيجوا الاثنين ويركعوا قدام الهيكل، بنعلن ايضا ان احنا الاثنين ملتزمين بروح الصلاة وروح السجود، فحياتنا مبنية على الصلاة المشتركة والعمل الروحي المشترك امام الله. كل هذه العهود وكل هذه المعاني لها مردود روحي وعملي كبير في حياة الاسرتين. ويبدأ الأب الكاهن يصلي صلاة جميلة جدا ويقول لهم كده: الآن قد حضرتما في هذه الساعة المباركة قدام هيكل رب الصباوت رب الجنود. فنحن هنا الأب الكاهن بيعلن أنكم بتأكدوا هذه المعاني التي ذكرناها، ومذبحه القدوس في هذا المحفل الأرثوذكسي. وهنا بنعلن أن زواجنا مبني على العقيدة الأرثوذكسية السليمة في الإيمان بالمسيح وفي الإيمان بأسرار الكنيسة. وجمعتكما هذه الزيجة المباركة، أصبحوا زوجين أمام الله دلوقتي، والإكليل المقدس. فعلى هذا الرسم وهذه الشريعة، هنا بنعلن أن هذا الارتباط الزوجي بين العروسين هو مبني على مبادئ شريعة. الشريعة هي وصايا الله لأولاده في العهد الجديد. هكذا اتخذ سائر الآباء المؤمنون امرأة واحدة بطهر ونقاء. وهنا الكنيسة بتذكرنا بالمبادئ بطريقة بسيطة، امرأة واحدة ويصير الاثنين ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ولهذا فإن كما قال السيد المسيح ودرسنا في إنجيل الإكليل إن ربنا قال لا، هكذا منذ البدء بترجعنا الكنيسة إلى الحالة المقدسة اللي خلق عليها ربنا آدم وحواء وبارك ارتباطهم مع بعض. امرأة واحدة بطهر ونقاوة، وروح الطهر بمعنى إن العلاقة حتى العلاقة الزوجية العلاقة الجسدية بين الزوجين فيها روح الطهارة وروح النقاوة، بحيث إن كل طرف بيسعى إلى فرح الآخر ويسعى إلى إشباع الآخر وليس إلى شهوة يعني جسدية خاصة بكل واحد، لكن كلنا بنرتبط بهذه العلاقة بطهر ونقاوة لطلب الذرية وإيجاد الخلف. وهنا بتضع لهم الكنيسة في
هذه بادئ الوصية، يجب عليكم أن يعرف بعضكم حق بعض. كل طرف بيعرف أن الطرف له الآخر له عليه حقوق وله عليه التزامات ومسؤولية، روح المسؤولية للطرفين في منتهى الوضوح، ويخضع كل منكما لصاحبه. الحكاية والآية دي أو الجزء ده، العبارة دي مأخوذة من رسائل بولس الرسول، من رسائل بولس الرسول لأفسس، آخر آية في الإصحاح الرابع، يخضع ونخضع كل مننا للآخر. بعد كده بيتكلمنا على مبدأ الخضوع في الأسرة، ولكن يخضع كل منكما لصاحبه بمعنى إن إحنا بنتكامل في الفكر، بنتكامل في الإرادة، وبنسند بعض وبنفضل بعضنا البعض. وليكن كل منكما أمينا، برضو هذا الصفة في الأسرة مهمة جدا، كل واحد يكون أمين نحو الآخر، أمين في مشاعره، أمين في أعماله، أمين في كلامه، وفي تصرفاته، أمين في أهدافه، وأمين أيضا في المحافظة على الآخر وكرامته وقيمته في الأسرة المسيحية. وليكن كل منكما أمينا نحو الآخر، كقول معلمنا بولس الرسول، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. فيصير العلاقة الزوجية بينهم علاقة تكامل، علاقة تفاهم، وليس كل واحد منهم ممكن يعني يحرم الآخر من احتياجاته، أو الزوجة تحرم زوجها من احتياجاته، أو الزوج يحرم زوجته من احتياجاته. هنا الكنيسة بتضع في هذا الجزء حضور الرب، الهيكل المفتوح بيمثل قيمة أسرار الكنيسة في حياة الأسرة، الهيكل المفتوح أيضا بيمثل الهدف بتاع هذه الأسرة الجديدة وهو أورشليم السمائية، الهيكل أيضا يمثل روح خضوع الطرفين للرب والوصية الرب. لو اختلفنا نرجع لربنا، لو عملنا حاجة ناخد بركة ربنا في حياتنا، ربنا ادانا بنين وبنات نربيهم في خوف الرب في خضوعنا للرب، وفي حالة اختلاف الرأي نشوف وصية ربنا بتعلمنا ايه، فنكون فعلا كلانا خاضعين امام الرب. وبكده بنتعلم من الجزء الاول من الوصية التي تقدم للعروسين، وفي الحلقات القادمة ناخد عصية العروس وعصية العريس على حدهم. وربنا يبارك حياتكم جميعاً.